نحن شباب اللجنة مع الحكومة ونحن في ظهرها. جهاز الأمن الداخلي حيوفر للجنة مجهولات بتجيب في الشارع العام. الشباب بيقوموا بمجهولات لجمع معلومة واحدة. وجهاز الأمن الداخلي حيشكل حماية للدكتور عبد الله حمدوك، لأن المعلومة حتكون طالعة من الغائلة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة عن طريق لجنة التفكيك وعن طريق جهاز الأمن الداخلي. شكرا جزيلا.